زوار وأوفياء قناة كلاش تي في سلام الله عليكم. الخطاب ديال الملك محمد السادس ومن بعد أيام قليلة فقط أبدا كيعطي التمار ديالو مع الجيران الإسبان. فمن بعد الفرحة والسعادة اللي عبر عليها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بدأت إسبانيا الآن كتدرس قرار مهم وخطير وغير مسبوق، وهو فتح التفاوض مع المغرب على قضية الصحراء المغربية وسبتة ومليليا. هادشي اللي قالت الصحافة ديالو. جريدة الإسبانيول تكتب بالبونطي العريض: إسبانيا ستعرض على المغرب حوارا مفتوحا بدون قيود حول سبتة ومليليا والصحراء المغربية. الصحيفة الإسبانية كتبت أيضا بأنه من بعد مدة قصيرة من تولي خوسي مانويل ألباريز لمنصب وزير الخارجية خلفا لأرونشا غونزاليس لايا، أبدأت معالم سياسة جديدة في الظهور، واللي كتعتبر إسبانيا فيها المغرب حليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه. ومن المعلوم أن بداية تحسن العلاقات بين البلدين كان منذ إعطاء الملك محمد السادس للتعليمات ديالو بإرجاع جميع القصيرين غير المصحوبين بذويهم، وهي الخطوة التي فتحت قنوات الحوار مجددا مع المغرب. أما الحاجة الأهم واللي خلت الصبليون يرتاحوا أكثر للمغرب فهي خطاب الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب، واللي عبر فيه عن الإشادة دياله بالعلاقات المغربية الإسبانية، وأكد بأنه كتابع جميع الملفات بشكل شخصي، والهدف دياله هو إنهاء هذه الأزمة واستعداد المملكة لفتح صفحة جديدة مع الجيران. وهذا اللي كان عنده وقع كبير وتأثير إيجابي على العلاقات المشتركة ما بين المغرب وإسبانيا. هذا الحوار غادي يستمر بين الطرفين ربما لمدة ما، ولكن غادي يشمل جميع المواضيع العالقة واللي من بينها سبتة ومليليا والصحراء المغربية. وفي نفس السياق كتبت صحيفة الإسبانيول الإسبانية بأن الملك محمد السادس عبر عن النية ديالو للتفاوض مع إسبانيا في حوار بلا حدود أو محرمات حول قضايا مثل سبتة ومليليا والمياه الإقليمية والصحراء. وكتقول هذه الصحيفة واللي هي معروفة بأنها مقربة من دوائر القرار في إسبانيا بأن الحكومة الإسبانية ما عندها حتى شي مشكل وما كتمتنعش نهائيا على الخوض في مفاوضات حول ملف الصحراء، وهذا الشيء إلى أعطاها المغرب ضمانات بشأن سبتة ومليليا. يعني إسبانيا ما عندها حتى شي مشكل باش تعترف بمغربية الصحراء بحال أمريكا. الآن الشيء المنتظر على المدى القصير هو عودة سفيرة المغرب إلى مدريد وزيارة ألباريز للعاصمة الرباط أو رئيس الحكومة بها، وهذا الشيء إلى صارت الأمور على ما يرام. وفي نظري أنا الشخصي ما غادي يكون إلا الخير. المغرب أتصالح مع إسبانيا وكسب العلاقات الجيدة مع فرنسا، هو الجزائر ربحت البوليزاريو، وماشي بعيد يتم التحضير لاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين وحسب المقربين من دوائر القرار في إسبانيا. فحكومة مدريد إلى خذت ضمانات حول عدم المساس بسبتة ومليليا ما عندها حتى شي مشكل باش تغير الموقف الجامد ديالها من قضية الصحراء، وهذه هي القضية وهي الأسباب الحقيقية التي فجرت غضب الرباط بعد استقبال زعيم الانفصاليين. يعني المغرب ما كانش عنده مشكل في علاج ابراهيم غالي او حتى دخوله بهوية مزورة، ولكن المشكل الحقيقي هو ان المغرب ما بغاش تكون اسبانيا تعطي اشارات على انها كتعترف بجبهة البوليزاريو. فاستقبالها لزعيم الانفصاليين هو اعتراف ضمني بوجود شيء اسمه الجمهورية الصحراوية الوهمية. ومن المعلوم ان خطاب الملك محمد السادس سبقته محادثات واتصالات بين وزير الخارجية الجديد خوسي مانويل ألباريز والنظير المغربي ديالو ناصر بوريطة، وهذا الشيء اللي تسبب في هذا التغيير المفاجئ في العلاقات. الصحيفة كتقول بأن الملك محمد السادس عبر عن النوايا الحسنة ديالو من بعد ما تدخل الملك فيليب السادس على الخط، خصوصا وأن كاين هناك علاقات قوية ومتينة تجمع الأسرتين الملكيتين منذ عهد خوان كارلوس. وفي موضوع آخر ولكن عنده صلة، فالصحافة الدولية بدأت كتعيق بالمتطرف المجرم محمد حاجب واللي شده ألمانيا عندها وموفرة له الحماية وما بغاش تسلمه للمغرب ضد علينا، وخا هو كيظل يحرض على بلادنا وباغي يضرب الاستقرار ديالنا. حتى وصل به الأمر إلى درجة التحريض على تنفيذ اغتيالات وتفجيرات وعملية انتحار جماعي داخل المملكة المغربية. الصحيفة الإسبانية نفسها كتبات مقال كله استغراب وتعجب: كيفاش الإرهابي المغربي محمد حاجب كيمجد الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي دون ما تطالوا أيادي العدالة في ألمانيا؟ هادشي كيبين لي أنا بأن عدو الله محمد حاجب قريبا غادي يوصل في المغرب، إن آجلا أم آجلا غادي يوصل للمغرب وغادي يتسلم السلطة الأمنية المغربية، وغادي يكون الجزاء ديالو هو السجن. المثال من إسبانيا اللي سلمت الجزائر واحد المطلوب راه معروف من شحال هادي، هو كيهاجم النظام ديال بلادو من الخارج، والآن راه إسبانيا ما عقلاتش عليه وسلماتو، وهذا هو المصير اللي غادي يكون ديال محمد حاجب.
الألمان ما فيهم تيقى السي محمد حجيب وساعتك كراها قربات وغادي تطيح في يد المخزن إن شاء الله إن آجلا أم آجلا. أنجيلا ميركل ما بقى ليها والو تمشي وفي هذا الخريف اللي جاي غادي تودع وتجمع البوالز ديالها. هاد السيدة صاحبة السياسة الخطيرة ديال احتضان الإرهابيين وتحويل ألمانيا إلى ملاذ آمن للمتطرفين غادي تمشي بحالها، وبالتالي غادي تكون نهاية سياسة خارجية غير حكيمة لعاشقة البيرة بامتياز. كنقول السياسة الخارجية حيت ما كان جادلش في السياسة الداخلية ديالهم باش ما يجيش شي قرد ويقول لي ها شنو كاين في ألمانيا وكيفاش كتعامل الحكومة الألمانية مع البيطاليين والمحتاجين والتعويضات السخية اللي كتسلمها لهم. أنا كنقول لي تقدر فعلا تكون السياسة الداخلية ديالهم ناجحة وهذا لا ننكره، أما سياستهم الخارجية فصفر على صفر. والدليل هادشي اللي كيوقع للمغرب والملك محمد السادس راه شار ليهم في الخطاب الأخير ديالو. وبلاتي السي حاجي بلاتي نعطيك واحد الخبر مهم كيقول ما يلي: فضيحة الجيش الألماني في أفغانستان، أداو الطيارة ديالهم هزوا بها البيرة وخلاو الناس اللي كانوا كيتعاونوا معاهم بحالك انت مثلا أملاو حين تم عرضة لهجوم الطالبان. صحيفة بيلد الألمانية كتبت بأن الجيش الألماني يشحن الآلاف من علب البيرة والنبيذ من أفغانستان عوض ما يقوم بإجلاء الأفغان اللي كانوا كيتعاونوا معاه كيف دارت الأمريكان مثلا. الصحيفة الألمانية وجهت انتقادات حادة للحكومة ديالها بسبب ما أسمته فشلها في إجلاء موظفي الدعم والمتعاونين الأفغان قبل سيطرة حركة طالبان على كابول. وكتبتها الصحيفة أيضا بأن الجيش الألماني اشحن ما يقارب 65 ألف علبة بيرة و 340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء استكمال انسحاب قواته من أفغانستان. فالوقت اللي ما عقلوش نهائيا على الناس اللي كانوا خدامين معهم والناس اللي كانوا كيتعاونوا معهم ضد الطالبان. يعني هذه راها رسالة وعبرة لمحمد حاجي ربما يعيق ويفيق من القلبة ديالو قبل فوات الأوان. الصحيفة الألمانية كتبت بأن المئات من الموظفين الأفغان وأفراد الأسر ديالهم واللي هما مهددين من طرف طالبان لم يحصلوا على الفيزا ولم يتم إجلائهم على الفور رغم سيطرة طالبان على جميع أنحاء البلاد. طائرة تابعة لقوة الجو الألمانية غادرت مطار كابول ولم تنقل سوى 7 ركاب فقط من موظفيها، وهذا الشيء اللي خلق واحد الحالة من السخرية غير مسبوقة من الحكومة الألمانية. الصحيفة استنكرت موقف الحكومة ديال بلادها من أولئك الذين عملوا لسنوات عديدة لفائدة ألمانيا وخاطروا بحياتهم من أجلها، مشيرة إلى أن قيمتهم على ما يبدو أقل من علب الجوع أي البيرة. هادو الناس اللي كانوا كيتقاتلوا مع ألمانيا وغامروا بالأرواح ديالهم، شوفوا كيفاش كان الجزاء ديالهم. أما أنت يا محمد حاجب فمجرد بيضك وما كتسوى حتى زفتة عند الألمان، وقريبا من بعد ما غادي تمشي ميركل وغادي تبدل السياسة الخارجية ديال ألمانيا غادي تلقى راسك إن شاء الله في قبضة الأمن المغربي حيث لن ينفعك الندم أبدا. وقد قال المولى عز وجل في محكم كتابه الكريم: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا على الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر أكثر. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.